السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم معاكم عن الريدمي نوت 9 سيرس، الريدمي نوت 9 العادي والريدمي نوت 9 برو، ولكن الريدمي نوت 9 العادي هركز عليه لاني يعني انت لو بحثت هتلاقي المعلومات اللي موجوده عنه قليله جدا والفيديوهات الموجوده عنه قليله. الريدمي نوت 9 برو بغرق الدنيا، وانا برضو كان ليا سابقه وعملت فيديو من كام يوم، شوفوا من علامه الاي او في اخر الفيديو. ولكن ما علينا، انا مش عارف ليه بالرغم ان خلاص ميعاد الاطلاق قرب 12 مارس والنهارده الفيديو ده تاريخ 5 مارس او 6 مارس بقى حاجه زي كده، فمش عارف ليه الشركه حتى الان بخيل علينا بالمعلومات. المعلومات اللي لنا بالقطار المعلومات قليله جدا موجوده عن الجهازين، ولكن في توقعات شخصيه بنسبه 100% المعلومات اللي انا اتوقعها هتيجي في الاجهزه بناء بقى على اجهزه شاومي السابقه والكلام ده. خليني بقى من غير ما اطول عليك، لو الفيديو عجبك بعد ما تشوفه يبقى تنزل تعمل لايك، ولو شايف انك تستفيد من القناه في المستقبل تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس. خلينا نبدا معاكم تصميم الجهاز او الجهازين اللي جاي من زجاج وجه وخلف بشكل كامل مع كورنيل جوريلا جلاس 5. وحقيقه ده شيء مميز جدا في شركه شاومي، معودانا حتى في الفئه تحت 3000 جنيه موجوده حاجه زجاج بتمسك جهاز تحس ان هو حاجه بريميوم وحاجه مش تحت 3000 خالص بل اعلى من كده. زي تصميم الكاميرات هتلاقيه موجود في مربع الشكل، نفس الشكل اللي موجود في الايفون 11 برو ماكس وكذلك الميد 30 برو، فنفس الشكل مربع، ولكن هنا الجهاز جاي الكاميرات في منتصف الجهاز. لو تاخد بالك مش هتلاقي بصمه في ظهر الجهاز لان نوع الشاشه جاي اي بي اس ال سي دي، فبالتالي مش هينفع يكون فيها بصمه مدمجه، فهيحطوا البصمه بجانب زر الطاقه او مدمجه في زر الطاقه. طيب ده كانت معلومات عن تصميم الجهاز بشكل سريع. خليني اتكلم معاك بقى عن الشاشه او الشاشتين الجهازين. يعني الشاشه جايه من نوع اي بي اس ال سي دي بحجم 6.6 من 10 بوصه بدقه الفول اتش دي بلس للجهازين، والشاشه هنا جايه بهول بانش. زائد الشيء الجديد بقى اللي موجود في شاومي هنا وهو ال 90 هرتز ريفرش ريت، 90 فريم في الثانيه، الشاشه معدل تحديثها 90 هرتز، وده اللي شفناه في الريلمي 6 برو، واعتقد ان الريلمي 6 العادي هينزل بنفس الكلام. فانا شايف ان التكنولوجيا بتتطور بشكل ممتاز جدا، زائد ان قيمة عالية جدا بالتحديد من شاومي مقابل سعر قليل، وده اللي هنشوفه برضو في سعر الجهاز لما ينزلوا بقى بشكل رسمي ونشوف تسعيرهم واسعارهم. وليه ما ينزلوا؟ ما احنا كده كده في حفل المؤتمر او في حفل الاطلاق هيقول على الاسعار الموجودة للجهازين، وساعتها نحكم هل فعلا هياخذوا السوق ويحاول النجاح المرجو منه ام لا. انا معاك نقطه البطاريه اللي خلاص بشكل كبير جدا هتيجي ب 5000 ملي امبير للنسختين مع شحن سريع بقدره 27 واط ومنفذ الشحن، فاكيد هيجي من نوع التايب سي مع برضه الحفاظ على ليد الاشعار والاي ار بلاسر والكلام ده كله، وده شيء مميز جدا من شاومي حتى الان محافظه على النقطتين دول لان هي بيفرقوا مع ناس كتير جدا. خليني اتكلم معاك عن نقطه الكاميرات وابدا معاك من النسخه البرو. كاميرا النسخه البرو او الكاميرا الرئيسيه هتيجي بدقه 64 ميجا بكسل، والكاميرا الثانيه هتيجي بدقه 8 ميجا بكسل ودي الترا وايد، والكاميرا الثالثه اللي هي الماكرو ودي هتيجي بدقه 2 ميجا بكسل. اما عن الكاميرا الرابعه فدي للديبث سنسور وهي هتيجي بدقه 2 ميجا بكسل. ده كان بالنسبه للنسخه البرو. خلينا نتكلم معاك عن النسخه العاديه. اول كاميرا او الكاميرا الرئيسيه جايه بدقه 48 ميجا بكسل، والكاميرا الثانيه الترا وايد جايه بدقه 8 ميجا بكسل. اما عن الكاميرا الثالثه فيها جايه بدقه 2 ميجا بكسل ودي ماكرو، والكاميرا الرابعه جايه بدقه 2 ميجا بكسل ودي للديبث سنسور. ده كان بالنسبه للكاميرات بشكل سريع جدا. عايز انقل معاك النقطه المثيره للجدل وهي نقطه المعالجات. يعني انا حتى الان الموضوع فيه جدل، والله الموضوع صعب جدا عشان اجيب معلومه من مصادر موثوقه واقدر ان انا فعلا اتبين واعرف ان المعلومه دي صح. الموضوع صعب جدا والواحد بيشوف عناء عشان يوصل لمعلومه موثوقه، المعلومات كتير ولكن فين المعلومه الصح؟ عشان توصل للمعلومه الصح بقى فالموضوع محتاج عناء. ولكن خليني اقول لك ان بشكل كبير جدا 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 النسخه اللي برو هتيجي بمعالج من ميديا تك، معالج احدث من الجي 9 تي تي اللي كانت شغاله بيه، هيجي من نفس الشركه ميديا تك ولكن بتبريد سائل برضو، ولكن يعني معالج احدث ومعالج اعلى في كل حاجه، هيديك سلاسه اعلى والمعالج مش هيسخن حد على حد قول الشركه، وده اللي هنشوفه لما الجهاز ينزل. ده كان بالنسبه للنسخه البرو. اما النسخه العاديه فالمحتمل والمتوقع ان هو يجي بمعالج سناب دراجون 720 جي. مش عارف، انا عارف ان في ناس ممكن تختلف معايا لان معالج قوي زي كده بسعر تحت 3000 جنيه ده اللي صعب، ولكن كله هيبان لما الاجهزه تيجي تنزل. ولو اتكلم على اندرويد فهيجي باندرويد 10 مع الواجهه الجديده من شاومي. دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده باستثناء السعر اللي هقول لك عليه. النسخه العاديه هتبدا برام 4 مساحه 32، النسخه دي عامله حوالي 143 دولار حاجه زي كده او 145 دولار، اي ما يعادل بالمصري 2300 جنيه تقريبا بعد الجمارك بقى والارباح والكلام ده كله، اعتقد تخش 2700 2800. النسخه البرو بقى الجديد فيها ان هي هتبدا ب 6 جيجا بايت رام، ده حاجه عظيمه ممتاز جدا مع مساحه تخزين 64. النسخه دي عامله 193 دولار يعني ما يعادلها بالمصري، خليني اقول لك بعد الجمارك والكلام ده كله بقى فتخش في 4000 جنيه اعتقد يعني. بس دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده زائد حفل الاطلاق زي ما قلت لك يوم 12 مارس، لو ربنا اراد احاول اعمل تغطيه ليه. فلو الفيديو عجبك ادعمنا بلايك، وكذلك لو شايف انك ممكن تستفيد من القناه في المستقبل يبقى اعمل سبسكرايب. بس كده، دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده. اتقابل ان شاء الله يا شباب فيديو جديد. سلام.